أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم العقيد مهندس عبدالكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB في الشرق الأوسط. أستاذ عبدالكريم، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال بداية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أنا أتشرف فيكم، وإن شاء الله أسأل الله التوفيق أن نكون قد المسؤولية وقد أسئلتكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنت أول من نهاية العمل عرفت أن أنا عقيد من القوات الجوية، ولعرفت أن أنا ريال منظم بطولات الإمارات كأول شخص سهب أول صالة، ومؤسس اللعبة كمال أجسام ورفع الأثقال والقوة البدنية وأقوى رجل دولة الإمارات. طبعا هذا كل أقول لك رسمي، يعني بالاتفاق مع الجهات المسؤولة. وبديت أسوي بطولة الإمارات من سنة 85 ل 91. 92 شكلنا مجلس للإدارة كمال أجسام ورفع الأثقال في 92. وقت هذا كله كان أنا اللي أدير البطولات، وأنا اللي كنت أتحمل هالمسؤولية على عاتقي. وطبعا مسؤولية كبيرة، يعني تعمل بطولة مفتوحة في دولة ما فيها اتحاد، وناس كانوا ممارسين كلهم وافدين، يعني اماراتيين ما يتعدون الى 3 إلى 4 اشخاص يعني. فالحمد لله رب العالمين وصلت الى نائب رئيس اتحاد رفع الاثقال لمده 4 سنوات، وكملت الفتره وايضا ما جدت معاهم، ودخلنا في كمال اجسام امين العام للاتحاد الاماراتي لكمال اجسام مع الشيخ مكتوب بن حمد محمد الشرقي من فجيرة. وبعد ذلك انتقلت إلى نائب الرئيس الاتحاد الإماراتي لكمال أجسام وقوة البدنية. وبعد ذلك عرفت أن هذه الأكاديمية جاهزة في إسبانيا من الاتحاد الدولي مباشرة، وعرفت أن الاتحاد الدولي عندهم شكل ما تقول تفكير، أو هناك مخطط أن يعملوا هذه الأكاديمية في إحدى الدول العربية. وبما أني أنا علاقتي مع الاتحاد الدولي كانت قوية، وكان أخ رفعي سنتوغر رئيس الاتحاد العربي صديق لي، وتقابلنا في كذا بطولات وفي كذا عالمية وآسيوية والعربية، فعرف أن في شخص من الإمارات تقريبا، أنا ما أبغي أمدح نفسي، أنتم بتعرفوا بعدين، أنه هو ملم بلعبة كمال أجسام علميا وفنيا. ما شاء الله عليكم. فالحمد لله رب الله وفقنا وخذنا اكاديميه في 2016، اليوم 2022، يعني 7 سنوات تقريبا. ودخلنا في الخليج والاسيا، وايضا عندنا مشتركين على برنامج زوم دورات الاكاديميه من اوروبا وبعض الدول الاخرى يعني. فالاكاديميه هذه الاولى في العالم، ليس هناك اكاديميه معترفه من الاتحاد الدولي غير هذه الاكاديميه IFBB. ما في اي اكاديميه، يعني خبره طويله في المجال. نعم. كمال الاجسام ولعبه كمال الاجسام ايضا. حابين ايضا نتعرف عن، بما احنا تطرقنا الى موضوع الاكاديميه، حابين نتعرف عن الخدمات اللي بتقدمها الاكاديميه. الاكاديميه هذه علميه، يعني تقدم العلم النظري والعملي على مستوى العالم. ونحن لاحظنا ان اخواننا معظم المدربين، يعني اليوم عندنا مع الأسف معلوماتهم كانت بسيطة، معلومات ماخذين شهادات من بعض الأكاديميات غير معترفة. أنا لما أقول غير معترفة، يعني غير معترفة من الاتحاد الدولي ولا من اللجان الأولمبية ولا من لجنة منظمة الوادا أنتي دوبينج، اللي هي منظمة قوية وفي اتحادات كثيرة ما عندهم هذا التصريح من الوادا. وهذا الاتحاد عنده تصريح من الوادا، ونحن شهاداتنا مصدقة في 203 دول. ما شاء الله. فاللي نقدمه نحن هذا كان حلم لبطل العربي او مدرب العربي او اداري العربي في هذه اللعبه. انا جاهدت، يعني اكثر قول ان انا جاهدت من 97 لين 2013 جهزوا المنهج. اول ما في منهج، يعني يجي عبد الكريم، يجي وليد، يجي بطل ارنولد ويلقي من عنده كلام خبرته وعمله. الان لا، الاتحاد الدولي عمل كتب، يعني انا الان عندي مرجع. ما في اتحاد او اكاديميه في العالم عنده مراجع اللي عندنا نحن من الاتحاد الدولي. هم ما عندهم مراجع،
حتى الكتب الموجودة في السوق دكتور فلان ودكتور فلان دكتور فلان كلها كوبي من فلان لفلان لفلان. يعني لو أنا أجيب الكتب كلها أقراهم نفس المعلومات معلومات بسيطة جدا. يعني جميع الدراسات لم تقم على أسس علمية يعني. ما أي بارك الله فيك أنت جبت كلمة صحيحة في مكانة. لو كانت هذه كتب دراسة علمية يعني إحنا اليوم متفتحين أكثر من أوروبيين ومن أمريكيين ومن كنديين. أكيد. ليش إحنا في الدول القائمة أحيانا؟ السبب إن إحنا ما عندنا مناهج. فرئيس الاتحاد الدولي وبما أن أنا صديق معه ودائما أقول عملوا بحوثات عملوا صح أنا أول واحد بأخذ الأكاديمية والحمد لله توفقنا. الحمد لله. طبعا أكيد إحنا عندنا كل الإمكانيات في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى نستضيف هكذا أكاديمية عندنا في الدولة. حابين أيضا نتعرف على المميزات اللي عندكم في الأكاديمية من جميع النواحي. أول ما إذا الأكاديمية معلومات اللي بتأخذ هو ثمان مستويات دورة ثمان مستويات كل مستوى يتكلم عن جزء. يعني لما مدرب أو لاعب يجي أنا يأخذ ثمان مستويات معناته أخذ كمال أجسام من الرأس للقدم. أكيد. ما في معلومة تخفى عنه. أنا تشريح الجسم تشريح العضلات والمفاصل والعظام والنوم العضلات يعني تشريح بتأخذه كامل لجسم إنسان كمال أجسام على أساس تجنب الإصابات. لأن يعني كثير آخر أيام نحن حصلنا كثير من اللاعبين ومن أبطال كانوا على فراش في المستشفى يعني سبب المدرب. مدرب مش مؤهل وانت تتعامل مع الأوزان. الأوزان غير لما تتلعب كرة قدم لحالك وتلعب مع جنس بجنس تلعب مع الأوزان ثقيلة. إذا أنت ما عندك قاعدة سليمة كيف الترتيب وكيف الأحماء وبعد التدريب الأحماء وشو الأكلات المفروض تأخذها قبل التدريب وبعد التدريب. فنحن بدينا الحمد لله يعني عملنا تقريبا 5000 دورة أو أكثر ما شاء الله. يعني 5000 دورة مش بسيطة يعني أكيد عدد كبير وخبرة أيضا وعدد خبرة. أفراد أيضا ضخم. لاحظوا المسؤولين دولة الإمارات خير دولة الإمارات إن هذه أكاديمية فعلا صحيحة وفي مكان مناسب ونحن متساهلين مع كل الاتحادات العربية. أول ما أنا أقول تعالوا يا جماعة خذوا دورات عندنا أو نحن نعمل لكم دورات ونجيب لكم شهادات من الاتحاد الدولي. نحن ما نصدر شهادات من هنا. شهادات تيم رئيس الاتحاد الدولي هو يتحمل المسؤولية معترف فيها رسميا وعالميا وعليه ختم وعليه باركود وعليه كل شيء. عرفت عمي؟ يعني الشخص اللي خد دورة عندنا هنا سواء هو من لبنان مثلا بكرة يراجع الاتحاد الدولي في عنده رقم بيراجع بيقول أيوة أنت فلان بفلان بدورة لبنان أخذت الدورة هذه في الأكاديمية دبي. واحد ثاني كل واحد عنده رقم وعنده سجل في الاتحاد الدولي مو زي الأول دار خذ الشهادة وروح الآن يوزعونه في الكراتين شهادات طبعا معترف فيها ولا مسؤول أكاديمي جالس غير معترف فيها ولا يتوقع على شو أنت صحيح. أنت إذا ما عندك منهج تتوقع على شو صحيح تضحك على الناس وعلى أولاد الناس والإصابات والمشاكل زادت الحمد لله. نحن لا نحن شغلنا صحيح معترفين من الاتحاد الدولي من اللجنة الأولمبية لجنة وادة شكل ما قلت لك ألعاب المعوقين اللي هي الاحتياجات الخاصة كل المنظمات الدولية تعترف بهذه الأكاديمية. أكيد طبعا. حابين أيضا نتعرف عن الهدف والرؤية والخطط المستقبلية اللي رسمنا فيها الهدف وهدف تقريبا أنا جيت لك من طريق غير مباشرة. الهدف إن احنا نأهل الأبطال والمدربين والإداريين أسس تدريب صحيح من الاتحاد الدولي وهدف اللي حاطينه لنا ان خلال السنوات القادمه ما تحصل واحد مدرب ما يحمل شهاده اي بي بي. ولكن هناك مستويات مع الاسف في ناس يقدمون ثلاث مستويات صح ثلاث مستويات انت مدرب تحصل كارت الفضي بعد شوي وليد بيشرح لك الكروت هذه ست مستويات تحصل كارت الذهبي يعني انت مدرب معترف الان ولك كود في الاتحاد الدولي درب في العالم كله تروح الصين تروح ما ادري هند انت خريج هالاكاديميه عالميا وليس على مناطق نتكلم وهذا الميزة قوية في الأكاديمية فيها. أكيد. وبعدين أخوي العزيز شيء مهم أنا ما طلبته أحب أقول له أكاديمية الوحيدة اللي تعطي شهادة ماستر ماجستير هذه الأكاديمية. ما شاء الله يعني كل أنواع الشهادات. أيوة. فنحن تقريبا على 5000 دورة تقريبا 27 و28 حصلوا على الماجستير. الماجستير مو بسهل. أنا مستعبنا لأخذ حتى على أولادي. يعني من 4 أولاد نجح عندي وليد
فقط موجود. البنزين ما نجحه سوري خليه في البيت اكيد روح مجال ثاني. اما مجال كمال اجسام وتكون مدرب معترف لا ده بتنجح كمان مسويات اكيد طبعا. نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق وفعليا المصداقية هي اهم ما يميز اكيد رجل الاعمال خصوصا في عمله. حابين ايضا نتكلم ونتطرق على دولة الامارات والامن والامان في دولة الامارات وكيف ممكن يساعد على استقطاب المستثمرين من خارج او من داخل دولة الامارات العربية. هي دولة الامارات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وصلت للعالمية. الان نحن صرنا دولة قوية اكيد اقتصاديا سياسيا رياضيا في جميع النواحي علميا زين وحتى سياسيا الإدارة بالرئاسة الله يرحمه الشيخ زايد هذا قاعدة. وأنا من الناس قابل الشيخ زايد الله يرحمه رحمة الله تعيش كنا في الصحراء وين وصلنا لها أكيد. وبعد الشيخ خليفة نفس الشيء رجل عسكري رجل قائد مسك هذه الدولة بطريقة صحيحة رحمة الله عليه. والآن جاءنا محمد بن زايد هو طيار هو القائد الفريق الأول في قوات المسلحة في دولة الإمارات والرئيس دولة الإمارات كلهم ناس يعني ما شاء الله عليهم متميزين طبعا يعني حسناتهم كثيرة. لو أنا أتكلم وأقول لك ما بنوصل أكيد طبعا. وجه لهم رسالة شكر وتحية من برنامج رواد الأعمال. حابين أيضا نتشكرك على ظهورك معنا اليوم في هذه الحلقة. في نهاية الحلقة أيضا حابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل للأكاديمية. موجود تحصلون كل العناوين موجود على مدير الأكاديمية تعطيكم كل حاجات وسهل جدا. انا حتى اللي يتصلون فينا شخصيا اجاوبهم يعني وانا كل دورات متواجد بنفسي يعني دوره تكون مثلا في البحرين تحصل موجود في البحرين دوره في السعوديه انا موجود في السعوديه. عملنا دورات في العراق ولكن ما قدرت اروح لظروف تعرفينها يعني اكيد. وكان موجود الاخ صلاح طاهر الدكتور بطل عراقي مدرب محترف في العراق موجود هنا الان مدير العاب الرياضيه في جامعه شارقه ما شاء الله. نحن نختار ذا بيست اكيد لازم نحن رقم 2 مادي طبعا وشايف الاعداد الموجودين تحصل هذا ذا بيست اوف ذا بيست اكيد طبعا. انا رقم 2 ما بمشي معك لازم دائما الرقم الاول الطموح دائما الرقم الاول. نحب نحييك على هذا الطموح. وانا بنفسي كل دوراتي اول الحمد لله من المدرسه لين العسكريه لهذا دوراتي الاول شهاداتي موجوده يعني. شكرا لك العقيد مهندس عبد الكريم محمد سعيد شكرك على ظهورك معنا اليوم. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.